سبعه المليون انا كنشوفها بزاف. سبعه المليون ولايه ديال شحال الولايه ديال العمر ديالها 5 سنوات بقيت غير 7 ديال المليون، وكاين الناس يضربوا حياتهم كلها في العتله والبلا وما كيدو حتى ديال التقاعد. هذا ماشي منطقي. انا 38 ديال السنه ديال الاعمال في القسم ربيت اجيال واجيال واجيال، وكيدير 14000 درهم في الشهر واجيال واجيال، وكاين الناس اللي كيدو قل مني، كاين الناس اللي ما عندوش حتى 1500 درهم ما شاديينش في الشهر، وضربين اجيال في هذا الوطن. باش هو جدال ما باش باقي يمكن يشد لواحد المده معينه، مده 3 سنوات كاع تجاوز 5 سنوات. كاين شي ناس اللي ما لاقينش حتى باش يعيشوا في الحياه اليوميه ديالهم، وناس التقاعد ديالو كتدخلوا ب 7 المليون، الناس راه ما كتدخلش 20 درهم في النهار. وما خوتي انا الخبر اللي سمعت ديال بنكير انت تقاضى 7 المليون راه بزاف حشومه عليه وعار، وهادشي اللي كيديروه في هاد البلاد هادي، وبالخصوص هاد السي عبد الاله بن كيران رئيس الحكومه اللي تيقول انا ولد الشعب. انت راه ما ولد الشعب ما والو، حيت انت ملي كتشد 7 المليون وكتشوف خوك المسلم ساكن معاك في هاد البلاد هادي السعيده ومقهور، وبنام كاين اللي ما عنده ما ياكل ما يشرب، بزاف د الحوايج بنام مقهور فيهم، كتشوفو تيعاني قدامكم ما نفعش هاد البلاد بوالو، بالعكس زدتي ربحتي الاغنياء وخليتي الفقراء الجح. واش نقول لك اخويا تيبان لي بزاف 7 المليون بزاف على متقاعد بحال ما كنت سي بن كيران الله يكبر به. المهم بعدا نهضرونيش انا، ممكن تنقول زعما كاين 7 المليون بزاف بالنسبه لنا حنا الشباب. انت كتشوف باكالوريا، الصديق ديالي تا هو باك بليس وكذا، وحنا تشوف الراشه الحمد لله على كل حال بعدا عايشين. ها هي بالنسبه لك 7 المليون بزاف، خصهم ضروري يخليو تا هما للشباب شويه، وهذه فين تا هما فين يديروا الطريق منين يدوز الماء. صراحه كاين اللي ما لاقيش خدمه، كاين اللي ما عندوش الدخل زعما باش يوفر هذه القضيه. يعني انا ضد هذه الفكره، حيت هذا الشيء يقدر يخوي صندوق التقاعد. وانا نعرفوا 7 المليون علاش يخليوها ليه، فهمتيني؟ بالنسبه ل 7 المليون يخليوها للاناس اللي دازوا في المسيره ديالنا، والدينا اللي ضربوا ارمي ديال بصح، هذوك هما اللي خصهم يخليو لنا خا يتقعدوا ديالهم في لاصوت زويونا. واخا ما يتنازلوش على 7 المليون يخليو لهم لاصوت نقيه بعدا يعيشوا بها مع وليداتهم، فهمتيني؟ انت جات تقارن لي دابا بن كيران، بن كيران انا خايف وقع شد الحكومه وعلاش نخليو لها 7 المليون في تقاعد. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.